كيف نفكر أن دون تمكين السيدات والفتيات يصبح وكأننا في ملعب في كرة ملعب كرة القدم نلعب فقط بنصف الفريق ونتوقع أن نفوز. السيدات والسادة الحضور، نحن في مصر نحسب أنفسنا اليوم أكثر حقا في وجود إرادة سياسية مؤمنة ومساندة لقضايا المرأة والطفل. كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لوضع هذا الاجتماع تحت رعايته، كل الشكر والتقدير على كل ما يفعله ويقدمه من أجل الفتاة والمرأة المصرية، كل الشكر والتقدير لاهتمامه أيضا بالمرأة والفتاة الإفريقية حيث هو رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي. سياسات تقوم على تمكين الفتيات بالمعلومات والمهارات والدعم وتثقيف وحشد وتوعية الآباء وأفراد المجتمع، تحسين وصول الفتيات إلى التعليم عالي الجودة، فضلا عن تقديم الدعم الاقتصادي والحوافز للفتيات وعائلتهن وتشجيع القوانين والسياسات الداعمة. هذا بالإضافة إلى رفع الوعي لتغيير السلوك وإشراف الرجال والفتيان والاعتماد على قادة الفكر الديني المتطور لتبجيل أسطورة أن الختان ضرورة دينية أو أن زواج البنات في سن صغيرة حماية أو صبر. السيدات والسادة، قبلها تعاسة مدى الحياة. يتسبب الختان أو تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في العديد من الأضرار والمضاعفات الصحية والمشاكل النفسية للطفلة والمرأة فيما بعد. الحضور الكريم، وفي قضية زواج الأطفال، هل تدرك كل أم وكل أب أنهم يسلبون بناتهم أبسط حقوقهن في الاستمتاع بطفولة بريئة سعيدة؟ يحرمنهن من الحصول على تعليم أفضل واكتساب خبرات ومهارات، مما يهدر أي فرصة لهن في إيجاد عمل لائق يدر دخل، فتظل ذليلة ظروف اقتصادية أو اجتماعية لا ذنب لها فيها، كما وإنهم بهذه الممارسة يتاجرون بها بصرف النظر عن الدوافع خلف ذلك. فهل يدرك الأب والأم إن هذا يسلب الفتاة حياتها وحقوقها في المستقبل؟ وسوف يكونان هما الجاني الأول وقتها. السادة الحضور، إن حقوق الطفلة والمرأة جزء أصيل من حقوق الإنسان، لا تقبل الفصل أو التجزئة. وكيف يمكننا إحراز تقدم في بلادنا في مجالات التعليم أو الصحة أو المساواة بين الجنسين في ظل وجود حالات الفتيات تتزوج في سن صغيرة أو